بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهيواتنا ني تقدم لكم لحم دغمر بالشامبينيون بطريقة مبسطة جدا وناجحة، والنتيجة متاعها هائلة جدا ولذيذة. أنصحكم بتجربة الوصفة. وملحوظة، أعتذر على الصوت المزعج في الخلفية بسبب الإصلاحات الموجودة بالقرب من البيت ديالنا. أستسمح منكم، تابعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة. بسم الله وأبدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهذا اللحم هذا، فغادي نحتاجو له كيجي مدغمر ومحمر فقط في طنجرة الضغط. بالنسبة لواحد المسألة، اسمحوا لي أنايا نسيت وحطيت اللحم في الكوكوط، ما وريتكمش القياس. عندي هنايا هانتوما قطع كبيرة من هنايا من الكتف، ها هما عندي تقريبا 4 ديال القطع كبار، ويعني واحد كيلو ونص، مع واحد البصيله صغيره مشوره مشلضه بحال هكذا، مع 2 فص من الثوم محكوك بحال هكذا. وعندي هنا بالنسبه لهذه الدغميره هذه، فاحنا غادي نحتاجو هاد المقادير التاليه. عندنا غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نحطو فيه اولا، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الزنجبيل او سكينجبير، عندي معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم، عندي واحد ربع ملعقه صغيره ديال القرفه، وعندي هنايا كذلك ربع ملعقه صغيره من الفلفل الاسود او الابزار، نصف ملعقه صغيره من الكزبره اليابسه، وواحد شويه ديال الملح لان المطهد وصوص الصوجا مالحين. غادي نفرغهم هنايا في هذه الزلافه هذه، وغادي نضيف عندي صوص ديال الصوجا، ملعقة كبيرة، وعندي كاتشوب كيعطي واحد التعسيلة وواحد الحلاوة. عندي الكاتشوب تقريبا واحد زوج ثلاثة المعالق كبار، والمطغط غادي نعمل معلقة كبيرة. بالنسبة للزيت غادي نعمل تقريبا زوج معالق كبار ديال زيت الزيتون، وغادي نذوب هذا الشيء بالماء. عندي كأس متوسط، بعدا مبدئيا غادي ندير هذا، غادي نخلط هذا الشيء مزيان ندوبو. هنايا ها هي هاد التخليطه هذه دابت، تخلطات مزيان. غادي نغرفق اللحم، غادي نقلب اللحم في هاد الخلطة هادي. وغادي نضيف واحد الكاس تاني ديال الماء. بالنسبة لهذا السعة ديالو 160 مليلتر، يعني تقريبا واحد 4 لتر وشوية، يعني المجموع ديال الماء اللي استعملت 4 لتر وواحد شوية، لأن القطع ديال اللحم كبيرة. هانتوما شوفوا، شوفوا المستوى ديال الماء. غادي نغلق عليه الطنجره ديال الضغط، وغادي نعمل الصفاره، وغادي نحطو في الاول على نار قويه، وعاد غنهدي الحراره ونخليه يطيب بالمهل. اخواتي كما كتلاحظوا الطنجره ها هي حطيتها انا على هاد عين الغاز القويه، حيت تعطلت واحد شويه فبغيتها تدور دغيا. ها هي منين بدات كدور غادي نحولها لهاد العين هذه المتوسطه. مع اشعه الضوء ما كانتش باينه مزيان، ها هي غادي تشوفوا الحراره كيفاش كتكون متوسطه، ماشي قويه ولا عين غاز، متوسطه.
اخواتي هنايا كما كتلاحظوا من بعد 55 دقيقه يعني اقل من ساعه، هانتوما كتشوفوا مستوى اللحم مستوى المرق، شوفوا يعني زوج كويسات واللحم طايب تقريبا هنا بواحد النسبه غنقول لكم ديال 80%، يعني قصته مازال هو اللحم تيتكال هكذا، يعني لازم يتكال واقف وشويه قوصح، لكن كاينين الناس اللي ما كيتحملوش هكذا، انا بالنسبه لي كنفضلوا بهذا المستوى هذا. هنا لحد الساعه يمكن لكم هنايا تخليوه ينشف تماما وتعملوا واحد التخضيره حلوه، يعني ديال البرقوق، المشماش، الزبيب، ديروا اللوز، الكركاع، لكن انا حبيت انني نعمل واحد التخضيره مالحه. يمكن لكم تعملوا المالحه بالزيتون ايضا، تعملوه شويه ديال المصير. المهم حنا اللحم عندنا هنا طايب مدغمر زوين وبنين. انا هنا اختاريت نعمل الشامبينيون او الفطر الماكول او المشروم، خديت هذا المقطع، وهو الى لقيتو المكور اللي ما كيكونش مقطع وكيكون بحجم صغير كيجي افضل. غادي نضيفه هنايا لهذا الطنجره ديالنا، وغادي نسد عليه تقريبا واحد ربع ساعه يكمل النضج ديالو، وكذلك هذا المرق ينشف. اخواتي من بعد ربع ساعه بعد ما عملت الشامبينيون وسديت على طنجره على نار متوسطه، هانتوما كتلاحظوا اللحم نضج بشكل تام والمرق مازال هنا، انا فاتحه عليه غير كنشفوا. لاحظوا ان بزوج كويسات متوسطين ما شاء الله شحال ديال المرق واللحم طاب ودخلوا الطياب مزيان. دابا انايا غير فاتحه عليها غير باش يتبخر شويه، تبخر السوائل. اما اللي كيحب يخلي المرقه بزاف فماشي مشكل يخليها. كذلك كما اقول دائما تعرض اللحم للهواء كيعطيه واحد اللون، كيخليه كيزيد يتلون. اخواتي اللحم ديالنا ها هو موجود، هانتوما كتشوفوا المرقه خاطره وثقيله وحتى كميه الدهون فيه قليله. الا لاحظتوا انا عملت غير واحد شويه ديال زيت الزيتون، وكيجي الشامبينيون يعني حتى هو كيدخل واحد شويه ديال الطياب، كيجي الطبق هائل وبطريقه بسيطه وحتى الوقت اسرع. انا كل ما قللت الماء وخليت اللحم هو اللي كيبقى ينزل السوائل ديالو، كل ما كتكون مده الطهي اقل، وكذلك كيبدا التغميره كتدخل للحم بعمق، يعني ماشي فحال لو كثرنا الماء كيجي فحال الا غير مسلوق. هانتوما كتلاحظوا كيجي هائل، وحتى الشامبينيون كيجي معاه زوين. الا حبيتوا تعملوا واحد شويه ديال المصير عملوه، لكن انا ما فضلت نخلي غير الشامبينيون.